معرض القاهره الكتاب هيبدا يوم الخميس الجاي، توقعاتك ايه للدوره الجديده وتتمني ايه يكون موجود فيها؟ انا اتوقع انه هيبقى منظم اكتر، علشان دلوقتي بقى التيكتس بتتجاب اونلاين، فبدل ما بقى الطابور زحمه بدل ما نستنى التيكتات، فالواحد بيعمل زي ريجستريشن على الويب سايت فبيجيب التيكتات، في الموضوع هيبقى اسهل يعني. اتمنى بجد هتبقى في كتب دايما بتكون موجوده بكل المجالات، الاطفال وكل الناس بكل مختلف الانواع واختلاف الاراء. في دور نشر كتير ما كانتش نازله في الفترات اللي فاتت، هي نازله المره دي، فدي حاجه حلوه جدا. اعتقد هيبقى في مفاجات كتير وفي حاجات كتير نازله السنه دي، ف اتوقع تبقى نسخه كويسه يعني. ازاي ممكن نستغل المعرض ده لزياده الوعي عندنا؟ ممكن الاطفال الصغيرين حتى اللي لسه بيتعلموا قراءه او اكتر يروحوا ويستفادوا مع ابائهم، يعني ان هم يقروا اكتر وان هم يتشدوهم على الكتب وهكذا. العائلات الاب والام ياخدوا الاطفال في الاجازات الويك اند او في الصيف يعني عشان يقراوا اكتر ويتعلموا اكتر. المدرسه طلع رحلات ليه، يبقى في اماكن كتير تبيع تذاكر، يعني نكلمهم عن الكتب ازاي يقروا كتب عشان ما فيش حد بقى يقرا كتب الفتره دي. ممكن تكلمني عن ذكرياتك مع المعرض او اول مره رحت فيها المعرض؟ لا كان مثلا كان عندي 11 سنه تقريبا، بس كانت ذكرى جميله الصراحه، كنت رحت كان في نشاطات جميله هناك. لا انا كل سنه بروح المعرض، هو يعني كل سنه بيفوق التوقعات يعني، فشايف السنه دي ان شاء الله يكون حاجه جامده جدا. يعني كانت حلوه جدا عشان جبت كتب كتير ساعتها، ويعني كنت ملم بالقراءه شويتين بس، وحابب ان شاء الله ان ارجع يعني زي الاول.